مالكش حج. هو الحلو وصل اهو. يلا عشان تفطري. لا ده ايه؟ ده عيش؟ لا انا عامله دايت مش هينفع. بقولك ايه؟ ايه؟ انا مش قادره، انا عايزه اروح. لا ايه في ايه؟ انا والله مش قادره. استني بس، اصل انا هطلع اقول نفس الكلام الهبل ده تاني. طب على ايه؟ بقولك ايه؟ انا شايفاكي بقالك كام يوم كده مش متظبطه. انا حاسه بيكي والله. انت كويس انك بتشوفي يا شيخه. بقى بطلي الانعاره الكدابه اللي انت فيها دي. انا ما بهزرش، انت عارفه ان احنا صحاب بقالنا سنين، وعارفه برضو انا بحبك قد ايه واتمنى لك الخير. عشان كده بقى انا فكرت في الحاجه اللي هتخليكي تعملي الشغل اللي انت نفسك فيه. اللي هو ايه بقى؟ الحل الوحيد عشان باباكي يوافق ان انت تنزلي تحققي مع مجرمين يعني وكده، ان انت تحققي بقى في جريمه وتطلعي منها شخص سليم من غير ما يجرى لك اي حاجه. طب انت غبيه، هو اصلا مش موافق بده. ايه الغباء في كده يعني؟ هو خايف عليك يا بنتي، خايف لا تروحي تحققي مع مجرم ياكل دراعك مثلا. طب والحل بقى يا زكيه؟ هنصور فيديو من ورا ابوكي مع مجرم، وبعدين هنذيعه، وهو بقى لما هيشوف الفيديو وهيشوف ان انت ما جرالكيش حاجه، ساعتها بقى هيطمن يعني وهيعدي الدنيا. يا بنت الايه؟ كان فين الحل ده من زمان؟ سايباني اشد في شعري. يا بنتي اصبري بس، خلينا نعرف دلوقتي هنحقق في ايه ومع مين. كان في مشكله كده، واد قتل صاحبه بالغلط لما كان بيوري له مسدس. بالغلط؟ أيوة. ايه الهبل ده؟ بنقول جريمه واعلي اعلي بسقف طموحاتك دي. طب انا مش عارفه. انا قولي لي انت. ايه الهبل ده؟ قولي لي انت. بصي كان في جريمه كده انا سامع عنها امبارح، وشكلها كده هتركب الترند وتبقى رقم واحد، فاحنا بقى نلحق نروح نصورها قبل اي حد وناخد احنا اللقطه. جد؟ اه والله. جريمه ايه؟ جريمه كده هبقولك في الطريق. رايحه فين طيب؟ استني هروح اجيب مصور ومايك واجيلك حالا. جريمه؟ يا رب يا رب جريمه كامله، سرقه قتل خطف تحرش، يا رب.